كان علي بن الجهم شاعرا من أهل البادية، بليغ القول فصيح اللسان. فلما كان ببغداد دخل للمرة الأولى على الخليفة العباسي المتوكل، قيل: يا أمير المؤمنين، شاعر بدوي يريد مدحك. فأذن له. أنشد علي بن الجهم قائلا: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من كبار الدلاء كبير الذنوب. ضج من بالمجلس مستنكرين، اكتفوا بالظاهر من قول ابن الجهم وظنوا أنه على سبيل الذم والسخرية، لكن الخليفة فاجأهم بقوله: قد جاء بأفضل ما عنده. ابن الجهم مدح الخليفة بمعجم من بيئته البدوية، فكان نبيل المقصد خشن اللفظ: الكلب حارس وفي ودود، والتيس قائد القطيع الشجاع، أما الدلو فإشارة للرواء والعطاء، ما بالك إذا كان كثير الماء. أمر المتوكل للشاعر البدوي بدار في الرصافة على شاطئ دجلة، ليجرب الحياة في عاصمة الخلافة وأهم الحواضر في ذلك الزمان، فيختلط بأهل بغداد ويجول بأسواقها، ويرتاد مجالس العلم والأدب التي عرفت بها، ويأخذ عن علمائها. أقام ابن الجهم زمنا على تلك الحال، ثم سأل عنه الخليفة، فقدم إلى مجلسه وطلب منه أن ينشد من جديد ما نظم. وكانت المفاجأة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن، سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر، وقلنا لنا لحن الأهلة إنما تضيء لمن يسري بليل ولا تقري، فلا بذل إلا ما تزود ناظر، ولا وصل إلا بالخيال الذي يسري. فلما انتهى قال المتوكل: انظروا كيف تغيرت به الحال، والله خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة. يقال إن الشاعر ابن بيئته، والقصة دليل على تبدل الحال، حول صحتها خلاف، لكن الإجماع ثابت حول قصيدة عيون المها، وهي أرق ما نظم ابن الجهم، وحتى اليوم أشهر قصائده.